استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور هاني الكاتب خبير الإحصاء الحاوي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي للعلماء والخبراء، وذلك في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ توصيات مؤتمر مصر تستطيع. وأوضحت مكرم خلال اللقاء أن الدولة حريصة على كل الحرص على الاستفادة من عقول علمائها وخبرائها بالخارج، ومشيرة لأن الوزارة تحرص على عقد مؤتمرات مصر تستطيع لتكون ملتقى يناقش العلماء فيه أفكارهم ويتبادلون المعارف والخبرات للنهوض بالوطن والعمل على رفعته. من جانبها أعرف طبعا الدكتور هاني الكاتب عن تقديره للجهود المبذولة من الوزارة ومن الدولة من أجل تدليل العقبات للارتقاء بمصر ووضعها على الخارطة الاستثمار والتنمية العالمية بما يليق بمكانتها ودورها. طيب.